على خلفية أعمال الشغب التي تفجرت في ملعب أولد ترافورد، أعلنت شرطة مانشستر الكبرى اعتقال 10 أشخاص على صلة بتلك الأعمال، ما تسبب في تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال شهر ماي الماضي. وتأجل اللقاء في 2 ماي بسبب احتجاجات مشجعي يونايتد ضد ملاك النادي وإلقاء ألعاب نارية ومقذوفات خارج الملعب. وقالت الشرطة اعتقل 10 رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة للاشتباه في تورطهم في أحداث عنف وسطو، وسيبقى المعتقلون في الحجز للاستجواب. وبذلك وصل إجمالي الأشخاص المعتقلين 18 شخصا بسبب تلك الواقعة. وجمعت آخر مواجهة بين الفريقين الشهر الماضي في الجولة 9 من البريمير ليج، وانتهت بفوز ليفربول بخماسية نظيفة.